عايزين نايب جديد ملوش في البلطجي بيقول كلام مفيد ونبقى البلد اللي هي انا اخويا متشاهين علشان اللحظة دي واللي ملوش صوت اكيد ده معهوش بالمصراوية. أعزائي مشاهدي قناة ميديا بلدنا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج انتخابات برلمان مصر الثورة. النهاردة بنستضيف أحد المترشحين في الدائرة الثانية في محافظة القليوبية وهو الأستاذ محمد عبد الرؤوف جبريل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. في البداية حابين نتعرف بحضرتك بالأستاذ محمد عبد الرؤوف جبريل. محمد عبد الرؤوف عبد الوهاب جبريل، محامي مقيم في دائرة اسم تاني شبرا الخيمة اللي هي تتبع الدائرة التانية بمحافظة القليوبية. شغال محامي من 19-20 سنة كده، يعني دخلت في 20 سنة. أنا مترشح عن المقعد الفردي فئات مستقل عن الدائرة التانية اللي هي بتضم اسم أول واسم تاني ومركز القناطر. ليه رشحت نفسك يا أستاذ محمد؟ والله هو السؤال ده طرح يعني عليا من ناس كتير قوي، وخصوصا ان في متغيرات في المرحلة اللي احنا بنمر بيها في مصر هنا. يعني الفترة السابقة كانت بتحمل الكثير من الاشياء التي تعد عوائق لينا احنا كمترشحين عندنا نية الترشح او عندنا استعداد ان احنا نؤدي في العمل العام او ان احنا نخدم بلدنا بشكل او باخر. فكانت في معوقات كتيرة قوي وظروف كتيرة، طبعا اعتقد ناس كتير عارفاها. المعوقات دي انا شفت ان هي تلاشت في الفترة الاخيرة وما عادتش موجودة، والحاجة الاهم ان انا حسيت ان المسألة ما عادتش بتحكمها عصبية وقبلية، وما عادتش بتحكمها مركز مالي او رأس مالي، والمسألة كلها بتعتمد دلوقتي على فكرك انت انك تقدر توصله للناس بحيث ان الناس تقتنع بيك، وبالتالي تقدر تأدي الدور المنوط بيك في المجلس اللي جاي، وخصوصا هو مجلس مهم جدا لانه المجلس ده هو مستقبل مصر اللي جاي، اللي هو هينتخب منه طبقا للاعلان الدستوري لجنة مكونة من 100 شخص تؤسس الدستور اللي مصر هتمشي عليه طول عمرها في الفترة اللي جاي. فده كان سبب يدعوني ان انا راجل يعني بتاع قانون، ودي من ضمن يعني شغلتي ان انا اكون في مقدمة الركب، وان انا ابادر بعرض نفسي، لان المسألة ما عادتش هتستدعي ان احنا نجيب ابن فلان عشان هو من عيلة الفلانية، او نجيب فلان الفلاني اللي هو يتمتع بنفوذ مالي معين، فبالتالي مرحلة الاداء هي المرحلة اللي جاية. واعتقد ان اي مترشح يعني قرر ان يخوض التجربة عارف مدى خطورتها وصعوبتها، وان قد تكون فرص النجاح مع اتساع الدائرة زي ما هم بيقولوا كده فرص شبه مستحيلة، بس انا شفت ان مفيش مستحيل، ولو استبعدنا المستحيل ده يبقى احنا قدام حقيقة، والحقيقة قابلة يعني للتطبيق على ارض الواقع. وانا بدي مثال على كده، ان اعتقد ان اي حد فينا ما كانش يتخيل سقوط النظام المصري ولا الرئيس المصري بالشكل ده، فكان شيء مستحيل، ولكن سقط والنظام سقط. فبالتالي انا عندي فرصة، طالما الامر بالنسبة لي كمترشح مش مستحيل، يبقى ان شاء الله عندي فرصة كبيرة قوي للنجاح، وانا بطمع في كده ان شاء الله. افهم من كده حضرتك ان هل كان ترشحك كرغبة من حضرتك رغبة خاصة، ولا اهالي الدائرة كان في رغبة منهم او كده، ولا حضرتك كوجه جديد بدأ يظهر في السياحة مثلا فلسه ما فيش تعارف او تألف كبير او ما بينك وما بين اهالي الدائرة؟ لا والله، هو انا مقيم هنا في الدائرة، انا اتولدت هنا. انا اقصد وجه جديد على الحياة السياسية في المنطقة بوجه عام. يعني هنقدر نقول ان الحياة السياسية زي ما احنا قلنا ان الواقع السياسي اتغير، فانا ما كانش عندي مكنة ان انا انزل اترشح في فترات سابقة، لان كان في ناس برضو عمالقة وناس محترمين وناس افاضل كتير قوي مصر ولادة دايما، وكانوا يعني بعضهم بينزل وفي بعض بيمتنع عن النزول.
إلا أن أنا تلاحظ ليا في الفترة الأخيرة أو في الدورة دي بالذات إحجام قطاع كبير جدا يصل إلى 99% من الناس اللي كانت بتمارس سياسة قبل كده إحجامهم عن الترشح. فبالتالي أنا خفت على مصر بشكل أو بآخر، مش على الدائرة بتاعتي بس. فالمسألة أنت بتصنع يعني مستقبل مصر ممثل في دستورها، فيجب عليك أن أنت لو كان عندك القدرة على الأداء والأداء الفعال والجاد، فيجب عليك أن أنت تبادر أن تكون في مقدمة الصفوف، ودي كانت فكرة ترشحي. جميل جدا. طب ده ياخدنا للبرنامج الانتخابي لحضرتك، وإيه هي أهم الخطوط الأساسية أو الخطوط العريضة للبرنامج؟ والله هو الخطوط العريضة للبرنامج بتاعي يعني تتمثل، أنا راجل يعني بمثل قطاع كبير جدا من الشعب زيهم. أنا مقيم في منطقة شعبية ومتربي فيها وما زلت قاعد فيها، وبعاني زي ما كل الناس بتعاني من الأحداث السياسية الجارية في مصر دلوقتي، وأنا شايف البلد من فوق شوية. أنا خايف على مستقبل محمد عبد الرؤوف شخصيا، وخايف على مستقبل ابني، وخايف على مستقبل أسرتي، وخايف على مستقبل الناس المحيطين بيا، وخايف على مستقبل مصر عموما. في المرحلة تستدعي ان احنا يعني نشارك بجدية وفعالية. فكان الخوف بتاعي ده نابع من اللي احنا شايفينه على الساحة السياسية. احنا سمعنا في التلفزيونات كلها ناس بتقول ان ده ناشط سياسي، وده محلل استراتيجي، وده خبير امني، ودماغنا اتملت بافكار الناس دي. واعتقد ان هي ما كانتش كلها صحيحة وسليمة. مالوا دماغ كتير قوي مننا بحقائق مغلوطة، وهنقدر نقول ان يعني قد تكون عن عمد او قد تكون عن غير عمد، ولكن في الاخر ادت الى يعني نقدر نقول تنافر بين افراد الشعب المصري جملة، وان الشعب المصري كل واحد بقى مش عارف يعرف الصح فين والغلط فين، وكله بقى يخون بعضه. يبقى احنا القصة اللي الثورة قامت عليها من الاساس، اللي هي افترض ان الشعب المصري كله يبقى ايد واحدة ويتقدم خطوة للامام، لا، احنا توقفنا وبدأنا نبحث في الماضي ونقول اصل كان واصل فلان واصل ده فلول واصل ده، مصطلحات جديدة علينا في الشارع المصري. اضف الى كده ان كم الكره والقراهية اللي زرعت في رجل الشارع العادي نتيجة بعض الاخبار الكاذبة دي زادت من الفرقة ما بيننا، وما بقتش الامور زي ما هي. يعني احنا كنا متوقعينها بعد الثورة ان احنا نتقدم. فمسألة مش مسألة مبادئ وأفكار والآخر، المسألة انت انا بصص لها من زاوية تانية خالص. انا عارف ان دور النائب بالنسبة لدوره التشريعي الحقيقي هو يعني دور سياسي رقابي تشريعي، الا ان احنا هنقول ان هو له دور خدمي يخدم الشارع والناس متوقعة دي. أولويتها بالنسبة لك أستاذ محمد قد إيه؟ خدمة الشارع أو خدمة المواطن البسيط، رغم إن دوت المفروض إنها أولوية رقم واحد بالنسبة لعضو مجلس المحلي. والله يا حضرتك إحنا هنحاول نغير المفهوم ده مع راجل الشارع العادي، بس إحنا لينا دور برضو رقابي زي ما قلت لحضرتك كعضو مجلس الشعب، غير دوره السياسي، غير دوره التشريعي. دوره الرقابي أن يمارس عمله بجدية ويراقب الحكومة في أداء الخطة الموضوع عليها، وبالتالي الحكومة دي أما بتسند إلى المحليات عمليات معينة، يبقى يجب أن النائب يتواجد في الدائرة بتاعته عشان يراقب حتى أداء المحليات في عملها، ويبقى عنصر داعم ليهم ومساعد. وده مش هيتأتى غير أن نختار أعضاء مجالس محلية تكون ناس عندها يعني قلب على البلد وعلى الدائرة بتاعتها على وجه الخصوص. فبالتالي احنا مش هنلاقي مشكلة، لأن عصر الأهل الثقة زي ما بيقولوا خلاص، ولا احنا عايزين أهل خبرة، كل واحد في المكان بتاعه يبقى في المكان الصحيح، بالتالي هيقدر يؤدي بشكل جيد جدا، وممكن ما يحتاجنيش أنا خالص في الدائرة كراجل يعني خدمي، فبالتالي أمارس دور الرقابي في المجلس بشكل أو بآخر. طب نبدأ نتكلم كده بشكل أوسع شوية، ليه حضرتك اخترت النزول فردي خصوصا في ظل التقسيم الصعب جدا للدائرة اللي ظهر بعد 70% قوائم و30% فردي؟ دائرة أصبحت بعد ما كانت اسم تاني شبرا الخيمة فقط بقيت اسم تاني مع اسم أول مع القناطر الخيرية. إزاي قدرت تنزل فردي، وهل فكرت تنضم الحزب أو تنضم القائمة بحيث أنها تكون داعم
داعم ليك او تساندك نوعا ما في ظل ان انت محتاج دعايه كبيره جدا عشان تقدر توصل للناخبين؟ والله انا قدرت يعني ان شاء الله بمجموعه من الشباب الجامعي والدكاتره المحترمين والمعيدين اللي هم انضموا لحملتي من اول يوم بعد ما قعدوا معايا وعرفوا فكري وعرفوا رغبتي في ان انا يعني عندي طموح وامل لمصر كبير جدا بشكل عام ولدايرتي بشكل خاص. وده مش كلام يعني انشا، لا ده كلام حقيقي، لان انا عايش وسط الناس اللي هي اهلي في مكان شعبي جدا، فبالتالي ليه ما يبقاش واحد مننا ممكن يعبر عننا؟ ده كان الشعار بتاعي. المجموعة المحيطة بي اجتمعت معايا واطلعوا على فكري وتوافق مع رؤيتهم المستقبلية للدائرة والمصر بشكل عام، فبدأنا ان احنا نتغلب على اول مشكلة اللي هي مشكلة الدعاية والمبالغ المالية الضخمة اللي احنا مش ما عندناش امكانية ان احنا نوفرها. ازاي قدرتوا تعملوا ده؟ احنا قدرنا نتغلب على المشكلة دي بالموارد البشرية الموجودة عندنا في الدائرة، مجموعة الشباب الجامعي دول واخواني اللي انا مقيم وسطيهم واهلي وكل المحبين ليا، يعني اجتمعوا على قلب راجل واحد ان هم هيقوموا بدور الدعاية بشكل بشري، مش شرط ان احنا نعمل دعاية مكلفة او كل واحد يدعو واحد او اتنين او تلاتة، وكل واحد يؤثر في اسرته ويؤثر في المحيطين فيه بعد اما نقله صورة معينة من الفكر او جزء من الفكر بتاعي، بعد ما يقتنع بيه يبدأ هو يقوم بدوره في نشر الفكر ده، وبالتالي يبقى احنا بنعمل دعاية عن طريق الموارد البشرية بتاعتنا ومش مكلفة وبحب وبدون يعني ما نقدر نخون الناس ونقول ده بياخد فلوس ده ما بياخدش فلوس زي ما كان بيتقال قبل كده، لا كل الناس شرفة وكل الناس محترمة. وفكرة الاتهامات اللي هي بتكال جزافا في الفترة الأخيرة على أي حد احنا ضدها تماما، احنا عايزين نقلب الصفحة القديمة ونبدأ مصر الحديثة بشكل محترم، كلنا نحب بعض كلنا نخاف على بعض. في الحالة دي اعتقد ان احنا يعني تغلبنا على مشكلة الدعاية بشكل كبير. اما بخصوص اتساع الدائرة فالدائرة انا بخصوص اتساع الدائرة عايز اعرف تقييم حضرتك للتقسيم الجديد للدوائر، وهل حضرتك راضي بنسبة قد ايه لنسبة 70% قوائم و30% فردي، او كنت بتتمناها ايه؟ والله هو الجدل السياسي اللي دار في مصر في الفترة الأخيرة يعني أو ده من ضمن أحد الأسباب اللي خلتني يعني أقرر إن أنا يعني أخوض التجربة دي، برغم زي ما احنا قلنا إن نسبة النجاح مش كبيرة والإمكانات المالية محدودة وإن أنا مش من أسرة كبيرة جدا يعني أو أسرة عريقة، أنا راجل بسيط زي الناس كلها وأسرتي أسرة بسيطة، بس أنا اتعلمت كويس وراجل شريف الحمد لله، ويشهد لي زملائي بكده إن أنا في عملي الحمد لله يعني أعتقد إن اسم نضيف، وده مش اتهام لآخرين إن هم مش كويسين، ولكن أنا بقول إن يفترض في عضو مجلس الشعب إنه يكون عنده يعني 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 إطار عام كده إنه يبقى راجل محترم ونضيف وشريف ويبقى ناجح في عمله. رأي حضرتك في نسبة 70% قوائم و30% فردي، وهل حضرتك فكرت الانضمام لحزب بحيث يكون داعم ليك أو سند ليك؟ والله يا قصة 70% قوائم و30% فردي دي كانت احد الاسباب اللي هي خلتني يعني اترشح، لان انا حسيت ان القوائم بالنسبه للاحزاب يعني الاحزاب تخيلت ان هي ليها واقع في ارض مصر وان هي هتسيطر على الغالبيه العظمى من المقاعد، فعشان كده كان كل صراعهم على ان هم يخصصوا اكبر عدد ممكن بالنسبه لهم للقوائم على اعتبار ان هم هيفوزوا بالقوائم كلها. والمقولة اللي هم طلعوها يعني قالك ان الفرد ده هيبقى كله مستقلين تبع فلول النظام، طب احنا مش فلول نظام ولا حاجة، بس كان من وجهة نظري ان المستقلين ياخدوا مساحة اكبر، عشان لو قسنا حجم الاحزاب دي في واقع الشارع المصري هنلاقيها نسبة لا تتعدى 2 أو 3%، كل الأحزاب بدون أي استثناء. بدون أي استثناء أنا رؤيتي كده، يشوف كل حزب عنده عدد أعضاء قد يعني إيه. كان في بعض الناس بيتكلموا على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وخصوصا زي أحزاب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب الأصالة، هذه الأحزاب في بعض البعض قال أو هم بنفسهم كان في لمحنا ثقة في تصريحاتهم بالفوز أو بسيطرتهم على الشارع.
انا اقول لحضرتك على حاجه بخصوص التصريحات دي. يعني انا ضد تلوين مصر بشكل عام، او ان احنا نخلي مصر تتوجه توجه معين تابعه لجماعه او تابعه لحزب معين. مصر دي لكل المصريين من زمان وعايشين على كده. انا بقيس بس قصة الاحزاب دي ان في الانتخابات السابقة احنا الدائرة بتاعتنا كانت 200 وشوية اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، اللي كان بيخرج عن بقرة ابيهم هم مثلا الجماعة اللي هم تابعين لجماعة الاخوان المسلمين اللي هم اخواننا برضو ومصريين زينا. فالمجموعة اللي كانت بتخرج في الدائرة بتاعتنا كانت لا تتعدى 13,000 او 14,000 بمحبينهم، فبالتالي هي دي نسبتهم الموجودة في دايرة صغيرة. لو قسنا على الدايرة ككل هنلاقي النسبة دي يعني 14,000 من 200 وشوية ألف، اعتقد ان نسبة يعني ما نقدرش نقول ان هي تستحق الاستحواذ والسيطرة اللي هم بيروجوا ليها دلوقتي، واللي هم متوقعينها وبيرهنوا عليها ان الشارع مش هيخرج، وان الناس هتبقى زي ما هي بصفة عامة اغلبية صامتة ومش هتتحرك. فانا رهنت على العكس وقلت ان الناس هتخرج وتدلي باصواتها كلها ان شاء الله، وتصابر على ان هي تقف في الصفوف وتظهر للعالم وجه حضاري، وان الراجل اللي قاعد في بيته ده اللي انا كنت واحد منهم قبل ما فكرة الترشح تيجي في دماغي، ان الناس دي هتقوم وتدور على حقوقها في مصر وتثبت للنخبة اللي هي ادعت ان هي تحرك كافة الامور السياسية في مصر ان لا، مش انتوا مصر واحنا ما اديناش ليكوا تفويض او توكيل انكوا تنوبوا عننا في طلباتنا، انتوا مجموعة تمثل نفسكم. والدليل على كده اما اتيحت الفرصة ليكم تصارعتم على السلطة، وكل واحد حب يعمل سيستم معين قد يخدمه بشكل عام او خاص. اذا كان الحزب بتاعه تتكلم كتحالف الديمقراطي او الكتلة المصرية او مسميات، انا بتكلم بشكل عام اللي احنا شفناه في التلفزيونات كلها واللي احنا بنقراه في الجرائد ونسمعه في كل البرامج. يا جماعة مصر ما بقتش امرأة عجوز تقطع وتنهب ويعني هنقدر نقول حاجات كتيرة عن مصر. مصر لسه قوية بناسها اللي هم قاعدين في بيوتهم، اللي هم هيخرجوا في الانتخابات ان شاء الله ويثبتوا للنخبة او اللي ادعوا على نفسهم ان هم قالوا نخبة الشعب المصري، وهم نسبة مش يعني اعتقد ان هي ضعيفة جدا. استسمحك اكمل بس ان النخبة دي ما بتمثلناش، واحنا في مننا ناس تقدر تطلع وتقدر تخدم بلدها بشكل جيد دون اطماع في السلطة او في الكراسي، ودون اتهام لناس بشكل عام او خاص ان هم ناس فلول وان هم ناس مش عارف ايه وان هم ناس خونة وان هم. ففكرة خروج الناخب ان هو يطلع دي كل الاحزاب اللي موجود على الساحة رهنت عليها وقالوا ان احنا يعني الناخب كده كده طبيعته العادية مش هيخرج. فبالتالي انا الكتلة التصويتية بتاعتي اللي كانت بتخرج لي كل مرة 13-14 ألف هنا في الدائرة الصغيرة قبل ما تكبر هتخرج لي، فبالتالي اي مرشح تاني مش هيبقى عنده فرصة للنجاح لان مفيش حد هيخرج يديله. فانا بقول الكلام ده مش صح، وان احنا كنا 204 ألف أو 200 وشوية في ظل وجود بطايق انتخابية، احنا دلوقتي نعدي 600 ألف في دايرة واحدة صغيرة. تاني شبرا الخيمة الواحدة. طب بالحديث عن الأحزاب، هل حضرتك فكرت الانضمام لأي حزب لقيت ان فكره يتوافق مع فكرك، او هل تم عرض مثلا قائمة معينة على حضرتك ويكون ليك ترتيب فيها وحضرتك رفضت او تفاوضت معهم على الاساس ده؟ هو في الحقيقة الكلام ده يعني ما حصلش، وانا ضد فكرة ان انا انضم لحزب، لان كل الاحزاب توقعت ان هي يبقى ليها دور في المسرح السياسي في الفترة الجاية، وكل راهن ان هو هينزل ويحصل على عدد من المقاعد معين. فالمفاجأة ان اثناء تقديم اوراق الترشيح كانت موجودة احزاب كتيرة جدا بتقدم وما كانش عندها مرشحين للأسف الشديد، وكانت بتتسول مرشحين حتى ما ينتموش للحزب بتاعهم ولا الفكر بتاعهم، لمجرد ان هو قد يكون صاحب شعبية فبالتالي يجيبوه في الحزب بتاعهم عشان يطلع بيهم. طبعا
ادي حال الاحزاب في مصر. انت شفت ده بنفسك، شفت ده بنفسك. استقطع بس ده، انا بس حابب عشان ده دي حاجه مهمه جدا يعني، حضرتك شفت ده بنفسك الكلام ده؟ انا 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 مش هقدر اقول ان انا شفته او ما شفتوش، انت يعني بتزنقني. بس هي القصه في ايه؟ القصه ان هي طلعت في الجرايد الكلام ده، وقيل في احد الجرايد ان بيتسولوا مرشح ب 5000 ووصل الامر ل 10000 عشان يستكملوا القايمه بتاعتهم. فطبعا ادي حال الاحزاب في مصر، هنقول مش كل الاحزاب، ولكن طلعت مسميات كتير على الاحزاب ان هي احزاب كرتونيه واحزاب مش عارف ايه وملهاش واقع. اللي احنا شايفينه دلوقتي اما حزب يبحث عن مرشح يبقى على قائمته من خارج قوائم الحزب بتاع يعني اللي هو المفروض مقتنع بافكاره ومبادئه، اعتقد ان ده حزب يعني يعتبر حزب ورقي زي ما هم قالوا او كرتوني، فلا يستحق ان يحمل اسم حزب. وبالتالي يعني نقدر نقول ان فكره التلتين والتلت كانت فكره ظالمه للمستقلين اللي هم قد يكون عندهم شعبيه وقد يكون ليهم ارضيه وسط اهلهم ووسط الراجل العادي يعني بشكل او باخر، الا ان احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عايزين نعمل يعني ستوب. ويا جماعه اذا كنتوا سمحتوا لنا كمستقلين ان احنا ناخد التلت، احنا على استعداد ان احنا هنقاتل في سبيل الحصول على التلت بتاعنا ده، عشان نوريكم ان في ناس في مصر بتحب بلدها بجد. والقصه مش قصه ان انا حزب وعايز اسيطر او جماعه عايز اتسيطر وتستحوذ. المفروض ان كل الكلام اللي هو بيحصل ده، كل الاحزاب بما فيهم التيارات الدينيه كانت رفضها قبل كده على اعتبار ان الحزب الوطني كان بيستحوذ وكان فكرة السيطرة عنده قائمة بالفعل. فيعني سبحان الله انقلب السحر على الساحر، والناس اللي هي كانت بتندد بفكرة الاستحواذ اصبحت هي تمارس ذات الفكرة في المرحلة الحالية، لعدم وجود يعني هنقدر نقول ايه يعني توعية شعبية او توعية اعلامية للناس بشكل او باخر. الناس المفروض يعني من ضمن اهداف حملتنا ان احنا نعرف الناخب، اختار اطار عام محترم للمرشح بتاعك، وابدأ دور على المرشح بتاعك. ما تديش محمد عبد الرؤوف، بس ادي اي واحد محترم انت شايف ان هو مناسب في المرحلة الحالية، وانه يقدر يعني نعدي من خلاله او بيه والمجموعة اللي معاه للفترة اللي جاية، لان مصر على المحك. وقصة ان ناس بتقول ان مفيش مؤامرة وان منطق المؤامرة مش موجود، انا بقول لا، منطق المؤامرة موجود ونظرية المؤامرة موجودة سواء خارجية او داخلية. والدليل على كده احنا لو اتكلمنا في المؤامرة داخليا، ان كل اللي شغالين في السياسة او بعضهم اقتتل على السلطة والكراسي، وبقى الامر واضح جدا لكل المصريين اللي هم فاهمين، اللي هم قالوا علينا في الاخر ان احنا ما بنفهمش وان احنا يعني اغلبية صامتة، وان هم النخبة وان هم عندهم قدرة على ان هم يفكروا لنا. فانا بقول لا، في فعلا مؤامرة من بعض الاشخاص في مصر، والدليل على كده ان في اقتتال على السلطة او مش على السلطة بشكل عام، ولكن على نقدر نقول الاستحواذ على البرلمان القادم. اما المؤامرة الخارجية فهي موجودة، وانا مستغرب ان محدش يتكلم في المسألة دي. ليه؟ لان المؤامرة دي يعني اعتقد ان هي نشرت في جريدة الاخبار في 10/3 اللي فات، يعني بعد الثورة، واتنشر كتاب اسمه انسايد مصر. انسايد مصر ده كاتبه واحد اسمه جون برادلي، من اشهر الكتاب السياسيين البريطانيين، راجل انجليزي، وتناول النظريه بتاعت الفوضى الخلاقه اللي هو عملها واسسها برنارد لويس، اللي اتولد سنه 36 وراجل صهيوني امريكي الجنسيه مقيم في بريطانيا. برنارد لويس كان بيحب اسرائيل بشكل عام، حب يخدم اسرائيل، قال هيجي وقت على الشعوب العربيه في العالم العربي ان هي تثور على حكامها ومن ثم تهدم دساتيرها، واحنا نبدا نتدخل في المرحله دي بان احنا نبص الفتن بين افراد الشعب الواحد حتى نصل في نهايه الامر الى فوضى خلاقه. الفوضى الخلاقه دي هتؤدي الى تفتت تلك الدول عن طريق شعوبها بتدخل تخدم مصالحها في الاخر، خدمه لمصالحها. الاغرب من كده ان الكونجرس اعتمد المشروع ده حسب ما ورد برضه في الكتاب سنه 82، وقال النظريه دي جميله قوي، ليه ما نتخذش منها مشروع نطبقه في الدول العربيه والاسلاميه.
واعتقد ان كان في مشروع زيه زمان اللي هو ايام سايكس بيكون، وتم تقسيم الدول العربية بشكل عام واعادة تقليص دول وزيادة مساحات لدول. المهم غيروا ديموغرافية الدول في التوقيت اللي فات، واعتقد هم يعني عندهم رغبة شديدة في تغيير الواقع الجغرافي لدول كتيرة في الشرق الاوسط. بدأوا بالصومال، يعني الناس انا مش عارف يعني احنا بنقعد في بيوتنا حزنانين على اللي بيحصل، واحنا ما كناش بنشتغل في السياسة خالص، بس عندنا وعي ثقافي معين هنقدر نقول زينا زي راجل الشارع العادي خايف على بلده. شفنا الصومال ما بقتش دولة وان كانت ما زالت موجودة جغرافيا على الخريطة كدولة، شفنا العراق والتقسيم اللي مرر في العراق وان كانت ما زالت تحت مسمى العراق ودولة جغرافية، الا ان العراق ما بقتش عراق ولا بقت تالت قوة على مستوى الشرق الاوسط. شفنا في ليبيا وشفنا التقسيم المقترح لليبيا عن طريق زرع الفتن بين القبائل هناك واستئصار كل قبيلة بجزء من ليبيا. شفنا الناتو بيطالب بفاتورة الحرب بالنسبة لليبيا. انا حاسس ان المسألة يعني مش بعيدة عن، انا مستغرب الناس اللي هي بتتكلم في التلفزيونات دي والدكاترة والمحللين الاستراتيجيين والناس دي ما بتتكلمش في الحاجات دي ليه؟ الحاجات دي اوقع ان احنا يا جماعة احنا بنواجه مخطط فعلي فعلا، مخطط خارجي. والدليل على كده ان اخر حاجة السودان اتقسمت شمال وجنوب، وفي الطريق دارفور تبقى دولة ثالثة. مصر فين من الكلام ده كله؟ مصر دي رمانة الميزان اللي لو وقعت هتقع كل المنطقة المحيطة حواليها، وبدأوا فعلا في تنفيذ المشروع ووقعوا معظم الدول اللي حواليها وقسموها، الا ان مصر ما زالت صامدة. الحمد لله ربنا حاب مصر بحاجة جميلة جدا، ان هم في رباط الى يوم الدين كشعب، اذا كان مسلم او مسيحي ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، هم مصريين واحنا بنؤمن بالمبدأ ده ان احنا كلنا مصريين تحت سماء واحدة وفوق ارض واحدة، والارض بتاعتنا دي هي الارض الوحيدة اللي ربنا اتكلم عليها ايام ما كلم سيدنا موسى عليها. فانا بقول ان المخطط الغربي ده محدش يتكلم فيه، والناس كانوا متخيلين اللي حطوا المخطط ده او بينفذوه ويمرروه ان هم هينفذوه بشكل جميل جدا، الا ان هم بعد قيام الثورة وبعد سقوط النظام فوقوا بين الناس بتكنس الشوارع وتنظف وما فيش اقتتال زي ما هم متوقعين زي ما حصل في اليمن وزي ما حصل في سوريا. فلقوا الناس بتوعنا بينظفوا الشوارع والناس كويسة وزي الفل. بدأ تنفيذ بعض سيناريوهات أخرى كانت موضوعة للمخطط عشان يستمر، أحدثوا فتنة بين طوائف الشعب وبعض وبعض. الفتنة اتلمت الحمد لله زي ما حصل في أحداث إمبابة، حاولوا إحداث وقيعة بين الجيش والشعب أو الشعب والجيش بطريقة أو بأخرى، إلا أن برضو الناس بوعيهم الشعبي تصدوا لرؤوس الفتن دي والمسألة انتهت. حاولوا يستعيدوا فكرة الفتنة تاني في أحداث مسبيرو، ولكن برضو العملية الحمد لله تلمت. فمسلسل الفتنة مازال مستمر وينفذ سيان عن طريق ناس عارفة أو ناس مش عارفة كل ده، وإحنا يعني عمالين نقعد في, 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 في الدور التاسع فوق. أو اللي أنا شايفه أن بعض السياسيين وبعض الناس اللي عمالة تتكلم اللي هي سمت نفسها النخبة قاعدة في الدور التاسع أو العاشر، آخر دور في العمارة خالص. أنا بمثل العمارة دي مصر، احنا قاعدين في الارض دي والناس دي قاعدة فوق في العاشر او اخر دور عمالين يتكلموا في امور مش عارفين عننا حاجة خالص واحنا تحت. فانا حبيت ان احنا او ان انا واحد الموضوع ده اللي تحت اقول لهم خلي بالكم في ناس تحت وناس بتحب بلدها وناس تقدر تشارك في العملية السياسية. انتوا قاعدين فوق مش حاسين بينا ومش عارفين حاجة عن الواقع السياسي بتاعنا، والاخطر من كده اذا كنت انتوا بتدعوا ان انتوا سياسيين انا مش شايف ان الكلام ده موجود، لان مسلسل تمرير الفتن ومسلسل تحقيق حضرتك شايفه بيتحقق جميل انتوا ما بتتكلموش فيه وما زال يمرر حتى تاريخه. اظن حضرتك عرضت رؤيتك الكاملة للناس. عايزين بقى نتكلم شوية عن دور عضو مجلس الشعب، اكيد لازم يكون عنده وعي سياسي بما يدور حوله. هنتكلم شوية في بعض الاحداث الجارية. عايزين نتكلم قانون السلطة القضائية، حضرتك شايفه ازاي؟ والله هو قانون السلطة القضائية المشاكل اللي بتدور حواليه الفترة اللي فاتت دي،
انا يعني انا ليا راي مختلف شويه بالنسبه لقانون السلطه القضائيه، وليا تساؤلات في المساله دي باعتباري محامي. انتوا ليه مصممين ان انتوا تستصدروا هذا القانون في هذا التوقيت، وخصوصا ان هو ما فيش اي مبرر او داعي ليه، لان القانون اللي هو حالي بيحكم المساله كويس وبيدي كل واحد حقه، فانتوا قوضاه على دماغنا وعلى راسنا، بس ليه انتوا فكرتوا في استصدار هذا القانون في هذا التوقيت، وخصوصا ان كل السلطات الحاكمه في مصر دلوقتي ممثله في المؤسسه العسكريه او في الحكومه الحاليه هي تعتبر حكومه تسيير اعمال، والمؤسسه العسكريه منوط بها اصدار مراسيم بقانون يعني في حاله الضروره القصوى لتسيير امور البلاد، فهذا الامر يعني ملوش وجود او ملوش اهميه دلوقتي، والا يعني انت شايف انه ينتظروا لوجود برلمان جديد هو اللي يفصل ما بينه السلطه الشرعيه. اضف الى ذلك انا شايف في عوار كتير، فانتوا عايزين تمرروه دلوقتي ليه؟ اولا اقتطاع جزء من الغرامه الذي يقضي بها القاضي وهو قاعد على المنصه على شخص ما، يبقى يعني هذا الجزء، اما يروح للقاضي زي ما هم قالوا يعني ان المفروض هياخد جزء من الغرامات المحكوم بيها، اعتقد ان هنا مبدا الحياديه والشفافيه مش هيبقى موجود، لان ناس كتيره تخيلت المساله ان ممكن يعني يحكم او يقضى بغرامه معينه، يعني مش هنقدر نقول ان احنا في صف الناس دي، لان ده ما نقدرش نقوله في حق القضاة بتوعنا ناس شرفة، ما نقدرش نقول ان هم ممكن يحكموا بغرامة تتجاوز المتعارف عليه عشان هيبقى له نسبة، فهذا الامر احنا بننأى بيه عن قضاء احنا بنحترمهم وبنقدرهم، وبنقول ان مش ممكن يبقى هو ده التفكير، وبنقول يا جماعة يعني القصة ان 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 المسألة اي قانون مستمر لاي فئه او اي جماعه لابد ان يعرض من خلال المجلس اللي هو منوط به هذا الكلام، يوافق عليه او ما يوافقش عليه، اللي هو يمثل الاراده الشعبيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك شايف الصدام اللي ما بين المحامين والقضاه في الفتره اللي فاتت اللي يعتبر تم تاجيله نوعا ما في الفتره الاخيره، شايف ان مبرر؟ والله لو رجعنا لمنطق المؤامرة نقول ان ليه ما يكونش في ناس بتزرع الفتنة بين جناحي العدالة دول اللي هم اهم حاجة في المرحلة المقبلة في مصر، لان القضاء منوط بيهم مراقبة الانتخابات في الفترة اللي جاية، فبالتالي اذا يعني حدث نوع من الغضب بالنسبة للقضاء او بالنسبة لعدم الثقة من ناحية المحامين، يعني جناحي العدالة لازم يبقى في ثقة كاملة ما بينهم، بس احنا كمحامين عندنا رأي ومنطق بيقول يا جماعة اذا كنت انتوا عايزين تعرضوا هذا المشروع او هذا القانون زي ما انتوا قلتوا، اما احنا صرنا قالوا ده مش قانون ده مشروع قانون، طب ايه المبرر لمشروع القانون ده دلوقتي، وان كانت اعتراضاتنا عليه كتير وان كانت العقوبات اللي هي عايزين يطبقوها على المحامي اثناء الجلسات يعني قد تصل الى حد يعني ما حدش يتخيله، يعني ممكن المحامي يتحبس والمتهم يبقى واقف معاه ما يتحبس، امر غير مقبول طبعا. وزي ما قلت لحضرتك ان قصه الغرامات اللي هي هيبقى للقضاء نسبه فيها برضو مساله يعني احنا متحفظين عليها. اضف الى ذلك ان في يعني احنا في ناس كتيره شايفه مننا ان يعني بيتجه بعض القضاء لتمرير مشروع توريث القضاء، احنا رافضين طبعا الفكرة دي، لان مش لازم بالضرورة ان يبقى ابن قاضي يحصل على لسانس الحقوق بدرجة مقبول، بس هو عشان متربي في بيت قاضي ان هو يطلع مستشار زيه، لا، الفكرة دي فكرة يعني اعتقد ان هي يعني فيها نوع من انواع التمييز بيننا وبين بعض كمصريين. بتاخدنا برضه لمسلسل التوريث اللي كان مرفوض من قبل. طب حضرتك كنت بتتكلم في البدايه عن بدايه صفحه جديده، بدايه مصر جديده، راي حضرتك من قانون العزل السياسي؟ والله هو قانون العزل السياسي ده هم يعني الجماعه اللي اتكلموا في المسائل دي هم الاول خوفوا الناس كلها وقالوا ان الشعب كله ده فلول، واللي يتكلم برأي معارض ليهم أصبح من الفلول، والمصطلح ده أنا مش لاقي له يعني تفسير ومنطق عندنا كمصريين، لأن الكلمة مستحدثة علينا زي كلمة الكلمة اللي كانت بتردد أثناء الثورة والإعلام بيضخمها لنا، الشعب يريد إسقاط النظام. لو قعدنا وفكرنا فيها كده
الشعب مش عايز يسقط النظام، لان النظام ده هو اساس وجود الشعب. فالقصه ان يقصدوا من الشعار النظام اللي كان فاسد او النظام. انا شايف ان يعني يا اخي قول تغيير النظام، انما تغييره مش هيكون غير باسقاطه باولا. الكلمه انا حاسس ان هي جايه من بره، ترجمه يعني الترجمه بتاعتها مش مصريه، يعني الترجمه بتاعتها اعتقد ان هي مترجمه الى العربيه بالشكل ده، وبالتالي احنا رددناها. بس احنا وصلنا لمرحله مهمه في الثوره، ان احنا ربنا يعني بفضله سبحانه وتعالى غير لينا امور كتيره، والثوره تعتبر نجحت. المفروض نقف، وزي ما قال يعني امامنا الشيخ الشعراوي، اقف بقى وحاسب نفسك وابدا بسلوكياتك انت. انما للاسف احنا برضو ما زلنا بنسير في مسلسل الفوضى الخلاقه والانفلات في كل نواحي الحياه. فبالتالي انا شايف ان لو استمرينا في المرحله دي يبقى مصر مش هتبقى مصر الجديده، ولا حتى هتحصل مصر القديمه. حضرتك معترض على فكره العزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني او للقيادات الحزب الوطني من قبل كده؟ لازم حضرتك نفرق هنا، ان يقال ان الحزب الوطني كان مش عارف 3 مليون او اكثر. هو الكلام كان على عزل قيادات الصف الاول والثاني مثلا او الثالث. لازم نوضح للمواطن ان احنا هذا القانون الخاص بعزل قيادات الحزب الوطني هي القيادات التي افسدت الحياه السياسيه، ومش هنقدر نقول افسدت. متفق تماما مع ده. الافساد دي اصبح بتلصق باي شخص كان في الحزب الوطني دون تمييز. يا جماعه، الذي يثبت بحكم قضايا انه قد افسد وانه قد اضر بالشعب وانه قد يعني نقدر نقول تربح وافسد في 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 في, في المجال بتاعه، ده يحاكم ويعاقب، وبالتالي نطبق العزل السياسي عليه. فقصة العزل السياسي على 3 مليون زي ما هم بيقولوا انه كانوا 3 مليون، لو 3 مليون يبقى كان له قوة في الشارع، يبقى كان هيخرج ال 3 مليون ده زي ما عبد الله صالح عمل، خرج ناس بالملايين وعملوا مظاهرات مليونية. بس انا بقول ان الرقم ده مجرد كان كرنيهات الحزب الوطني، مش اي واحد يحمل كرنيه الحزب الوطني. انا مش منهم الحمد لله، بس مش اي واحد يحمل كرنيه الحزب الوطني يبقى هو فاسد. لا، احنا اعتقد ان هي هتبقى يعني في في في, في نطاق ضيق جدا، مجموعه من الاشخاص سيطروا على مصر، هم دول اللي يستحقوا ان هم يعني يعاقبوا وان هم يخصوا من الحياه السياسيه. والدليل على كده ان كان في حزب وطني كتير في المجالس السابقه، بس كان القرار بيبقى سيادي ويعني اسف اللفظ، ان هو اللفظ انا ما اقصدوش طبعا اللي هقوله، ولكن انا بشبه تشبيه بس بالقطيع الذي يساق وراء القائد. القطيع ما بيبقاش له دور في 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 في, في القياده او في السير في اتجاه معين، ولكن القائد هو اللي بيوجهه. فانا شايف ان القائد والمجموعه الصغيره اللي معاه اللي وراه مباشره هم دول اللي يستحقوا ان هم يطبق عليهم قانون العزل السياسي، عشان احنا عايزين نمشي بمصر لقدام ونطلع خطوه. يعني اعتقد ان مشروع جنوب افريقيا في المصالحه الاجتماعيه والسلام الاجتماعي كان مشروع جميل، ان هو جاب الابيض والاسود، والمساله ان استغرقت 3 سنوات بس في جنوب افريقيا عشان تبقى دوله من الدول الكبيره والعظمى. ما نقعدش نستهلك نفسنا في قصه ان ده من الفلول وده من النظام السابق. كلنا كنا نظام سابق، وكلنا شاركنا في افساد الحياه السياسيه بصمتنا، ولكن ربنا اراد لينا ان احنا يعني يبقى لينا بصيص من الامل. اعتقد ان احنا يجب ان نستثمر هذا البصيص من الامل في ان احنا نعبر بمصر في المرحله اللي جايه لمصر اللي احنا عايزينها، ونبدا بمصالحه مع النفس وتعديل سلوكياتنا، ونرجع نزرع الحب ما بيننا تاني كشعب مصر، ونبدا ننبذ الكراهيه وننبذ الاختلاف والفرقه. فاعتقد ان الحاجات دي هتفشل المخطط الغربي اللي عايزين يمرروه في مصر، ان احنا نتحزب ونختلف وكل واحد يصمم على رايه. لا، احنا عايزين نرجع بمصر تاني للمصريين الطيبين اللي بيحبوا بلدهم بجد، اللي عندهم تسامح ورحمه في كل اشكال حياتهم. عايزين نرجع بمصر ايد واحده عشان نقدر نتقدم خطوه واثنين وثلاثه. المبادئ فوق الدستوريه وتعليق حضرتك عليها، وخصوصا وثيقه الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الاخيره اللي شهدت جدل كبير جدا ما بين القوى السياسيه في مصر.
والله أنا شايف بخصوص الوثيقة دي يعني هي أمر يعني ما لا يستحق أن يثار عليها هذا الجدل الكبير، لأن هي جاية في مرحلة المفروض أن احنا اتفقنا على إعلان دستوري معين الشعب تم استفتاءه عليه، فوافق الشعب على وضع معين أن يعني يتم تأسيس لجنة من أعضاء مجلس الشعب قوام هامية أو ما شابه ذلك، ولها أن تستعين طبعا بأي حد من بره اللجنة دي لو طرأ ليها تأسس الدستور، والشعب وافق على كده والأمر كان ماشي بهذا النطاق. إلا أن احنا فوجئنا بقصة الوثيقة دي طالعة وفي التوقيت ده تحديدا، بس أنا بقول أن هي شكل يعني طلعت بشكل غير رسمي، والدليل على كده أن الدكتور علي السلمي أما اجتمع بالمجموعة اللي هو ناقشها اجتمع بيهم خارج مجلس الوزراء، فبالتالي الصفة الرسمية على الشغل اللي اتعمل أو الاجتماع اللي اتعمل أو الطرح اللي اتطرح مش موجود، فهو مجرد اقتراحات وآراء. وإن كان قد يكون الوثيقة دي يعني نقدر نقول إن هي عايزين يشوفوا الناس عندها استعداد إن هي تدي المؤسسة العسكرية وتثق فيها زي ما هي وثقت فيها في الثورة وبعد الثورة لقيادة المرحلة دي، ان هم يبقى ليهم دور ووضع خاص في الدستور بتاعنا. حضرتك متفق مع ده ولا مختلف؟ والله انا شايف ان المؤسسه العسكريه بوضعها الحالي هي من وجهه نظري انا الشخصيه هي انسب من يقود المرحله الحاليه بضوابط معينه، عشان احنا شايفين الاحزاب اما بتتقاتل على الكراسي وتتقاتل على السلطه ممكن تجر مصر بشكل غير يعني طبيعي لامر احنا مش عايزينه. فاحنا بنقول عايزين يعني ضابط ورقابه معينه بس بصلاحيات ضيقه جدا، هتبقى الصلاحيات دي منوط بيها المجلس العسكري ويقوم بدوره لحد ما نقف على رجلينا وتبقى في حياة سياسية فعلا صحيحة، ويبقى في أحزاب ليهم واقع سياسي فعلا وليهم في الشارع كتير. فنقدر نقول أما مصر تقف على رجليها نقدر إحنا نعدل الكلام ده في أي وقت من الأوقات لصاحب الصلاحيات دي مرة أخرى. فكوني ان انا ابدأ هاجم المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة الباقية على ارض الواقع في مصر وابدأ اشكك فيها، انا من وجهة نظري الخاصة ان ده استمرار في مسلسل المؤامرة اللي بينفذ في مصر بتخوين اكبر مؤسسة حافظت على امن البلد لحد دلوقتي. تخيل حضرتك لو المؤسسة العسكرية دي ما مش موجودة او ان هي انسحبت من الشارع او انسحبت من الحياه السياسيه وطرقت السياسيين يعني يديروا البلد بالشكل اللي هم عايزينه، اعتقد ان مسلسل الفوضى الخلاقه كنت هتلاقيه على ارض الواقع بشكل غير طبيعي. افهم من حضرتك ان تقييمك للمجلس العسكري وادارته للمرحله الانتقاليه من بدايه تنحي الرئيس السابق مبارك حتى الان تقييم ايجابي بصوره كبيره؟ لان بدون المجلس العسكري اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا بنقول ان المجلس العسكري ده 18 لواء بيمثلوا افرع القوات المسلحه او الاسلحه المختلفه في القوات المسلحه، اقل يعني شخص فيهم يقدر يدير بلد بالكامل، والا ما يقدرش يعني يتحكم في 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 في, في عدد يتعدى الالاف من الجنود. البعض بيتكلم القياده العسكريه تختلف بصوره كبيره عن القياده السياسيه، يعني قال كده، هو الوضع اتفرض على المؤسسه العسكريه بشكل او باخر. المؤسسه العسكريه لو ما كانتش تحملت العبء ده كانت مصر وقعت وكان تحقق مسلسل الفوضى الخلاقه زي ما الغرب عايزها. مش بقول ان احنا بنخاف وعايزين نرجع لورا زي ما الناس بتقول، انا بقول انا خايف على بلدي وخايف على اولادي وخايف على اسرتي، فاما اعيش في ظل وضع معين انا امن فيه وابدا اتحرك خطوه خطوه لقدام بطريقه محترمه، ايه المانع؟ انتوا خايفين، انتوا بدايه المشاكل بدات ان المجموعه اللي سمت نفسها النخبه للاسف يعني الاختصال بتاعها ظهر قوي على 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 الكراسي وعلى السلطه وعلى تقسيم مصر، هنقدر نقول سياسيا حتى، من خلال ان كل واحد عمل، احنا عندنا 132 او زي ما سمعت حزب، يعني اعتقد ده رقم مخيف، يعني احنا يعني ادخن بلد في الدنيا كلها عندها 3 4 احزاب، احنا عندنا 132، يعني كل خمسة مننا يروحوا يعملوا حزب او 10 او 20 او 50 او 1000 او مليون، يعني العدد طبعا منوط بالاحزاب عدد معين لا يقل عن 5000 او كده،
بس انا بقول ايه، ان مش كل جماعه وصل تعدادها 5000 هتعمل حزب. يا جماعه المساله ايه؟ المساله خرجت عن نطاق السيطره كده وبقت امر غير مقبول. وان كان حريه وديمقراطيه زي ما انتم بتقولوا، احنا مع الحريه والديمقراطيه بس بضوابط، لان الحريه بدون ضوابط اعتقد ان هي فوضى. فالمساله تستدعي ان احنا نقعد نفكر شويه كده، ومش مش القصه مش قصه ان انا اشكل حزب زي ما كنت بختلف مع بعض زملاتي في قصه الثوريه الشعبيه والشرعيه الثوريه بوجه دقيق. انا كنت مختلف على اللفظ ده او المصطلح ده لان ما كنتش بحبه وما زلت ما بحبوش، لان في الشرعيه للقانون مش للثورة. اما نيجي نقول شرعيه ثوريه، يبقى كل 10 20 واحد الصبح ما عجبهمش قرار هيخرجوا يعملوا مظاهره شرعيه ثوريه. انت بتؤسس مبدا خطير، انت بتهدم دوله القانون. انا لما يبقى عندي قانون ويحاكم كل واحد طبقا للقانون، يا سيدي كلنا هنبقى سواسيه والقانون هيطبق على الكافه. انما ما تيجي تخترع لي مصطلحات تقول لي شرعيه ثوريه، والشرعيه الثوريه دي جبنا برلمان الصبح، جبنا دستور الصبح، جبنا عملنا مش عارف ايه في رئيس جمهوريه معين مسك، تيجي تقول لي لا مش عاجب فئه معينه يبقى تخرج وتصور ويبقى شرعيه ثوريه. اين الشرعيه الثوريه؟ يعني المصطلح ده كان بيخدم برضو اهداف معينه. نقدر نقول ان دولة القانون اما بيحكمها القانون والقانون يطبق على الكافة، هو ده يبقى لازم نرجع لمبدأ الشرعية الدستورية. يبقى الشرعية الدستورية اللي احنا اتفقنا عليه ووافقنا عليه يبقى لازم يتم في شكل جماعي عشان ما يحصلش الفوضى اللي هي الناس كلها مترقبة ان هي تحصل في مصر. العودة مرة أخرى للانتخابات، سؤال قبل الأخير، لماذا يعطي الناخب صوته للأستاذ محمد عبد الرؤوف جبريل؟ والله احنا يعني الحملة بتاعتي حملة شعبية في الأساس، بتضم كل اخواتي واهلي اللي انا قاعد وسطيهم في الحته الشعبيه بتاعتي، وفي مجموعه من الطلبه الجامعيين ومجموعه من الخريجين ومجموعه من دكاتره الجامعه والمعيدين معانا بيساندوا الحمله الشعبيه بتاعتي اللي هي بتكسر كل القواعد السابقه في الانتخابات. الناس بتعمل لي يفط على حسابها وهي تعبانه زي كده، وده امر غريب في منطقه شعبيه عندنا. كان متعارف على امر قبل كده ان الناخب يروح ياخد مبلغ او بتاع ويساند مرشح او بعينه او اخر. الكلام ده اتكسر دلوقتي لان اهلي وناسي، انا فوجئت ان كل واحد بيعمل يفط على حسابه، يعني بشكل هو محتاج الفلوس اللي هيعمل بيها اليافطه، وعلى الرغم من كده هو بيروح يعملها وهو نفسه راضيه. فيعني انا شايف ان يعني مش بالضروره بقول للناس ادوا محمد عبد الرؤوف، ولكن عايزين نقصر قاعده النائب السابق اللي هو ممكن يكون يعني كان بيروح في يعزي بس ويروح في الـ في الـ في الـ في, الـ في الافراح ينقط بس. مش هو ده دور النائب يا جماعه، احنا عايزين النائب برضه. ناس بتقول يعني هستأذنك بس في استقطاع بسيط، ان الناس بتقول ان خلي بالكم ان ده محمد عبد الرؤوف ده ما قدمش حاجه قبل كده سياسيا او ما اشتغلش في العمل العام قبل كده. انا برد عليهم بقول لهم ان خلاص عصر الرشوه الانتخابيه انتهى، ان يجي قبل ما النائب ينزل يرشح نفسه يقدم خدمه او اتنين لاهل المنطقه اللي هو قاعد فيها. انا بعتبر ان دي رشوه انتخابيه زي ما كان بيحصل، وبالتالي بعد ما يقعد على الكرسي يقول لهم مع الف سلامه ومش عايز اشوف وش حد فيكم، لان الناس اخذت مقابل عاده على الكرسي قبل ما يقعد. فاحنا ضد برضو قصه الرشوه الانتخابيه دي. حضرتك مع ان الناخب يطلع على برامج المرشحين، يطلع على افكارهم وهكذا، دور على المرشح بتاعك. الفتره اللي احنا فيها دي مرحله خطر ومرحلة مهمة وبتصنع مستقبلك ومستقبل عيالك. مش شرط تدي محمد عبد الرؤوف، ولكن دور على أصلح واحد موجود من وجهة نظرك يقدر يأدي في المرحلة الحالية، لأن ده هدف لينا كلنا. وأعتقد إن ده ما فيهوش يعني حاجة يعني مش غريبة. ومش بقول الكلام ده عشان الشو إعلامي أو إن أنا نازل أسمع أو لا، أنا نازل فعلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، عايز أشارك في صناعة مستقبل بلدي
واللي هي هتخدم اولادي واهلي اللي انا قاعد وسطيهم في المنطقه الشعبيه اللي احنا فيها. وعشان نقول للناس يا جماعه باقل الامكانيات خالص، انا لقيت ناس بتتبرع لي بحاجات بيوفط ودعايه انا مش متخيل، وببقى سعيد جدا ان الناس دي بتؤثر، يعني ان هو يغرم يافطه ب 50 60 جنيه عشان هو بيحب محمد، فادي عندي قد الدنيا. فاتمنى ان كل الناس تخرج وتشارك في العمليه الانتخابيه، لان انت لو ما شاركتش في العمليه الانتخابيه هتلاقي طيار او حزب او جماعه هي اللي حكمت مصر عن طريق البرلمان ما بتعبرش عنك. فعشان كده بقول ان البرلمان اللي جاي اما الناس كلها تشارك وتخرج هيبقى برلمان حقيقي معبر عن طوائف الشعب المصري كله، وبالتالي يبقى اي قرار هيتخذ في هذا البرلمان او اي دستور هيطلع وينبع من هذا البرلمان يبقى معبر عن ارادة الشعب المصري كله. فانا دعوتي اولا لمشاركة كل الناس في العملية الانتخابية، ودي اللي انت مقتنع بيه، ما تديش محمد عبد الرؤوف، ادي اي حد انت مقتنع بيه، المهم تخرج وتصابر انك تقف في الصف وتحترم الصف وتدلي بصوتك عشان في الاخر البرلمان اللي يطلع يبقى برلمان معبر عن كل طوائف الشعب المصري. ممكن جرت العاده في اخر البرنامج في اخر الحلقه بنطلب من حضرتك توجيه كلمه للناخبين، لكن حضرتك بالفعل وجهتها. بنشكر حضرتك يا استاذ محمد، وبنشكر على وقتك اللي قعدناه معاك، ولو حابب تقول اي كلمه اخيره لاهل الدايره اللي حضرتك زي ما بتقول منهم ومعاهم. والله انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واتمنى ان ترجع لينا روح التسامح والحب والموده، وان احنا كلنا نرجع نحب بعض تاني ونخاف على بعض تاني، وما نخونش بعض وما نتهمش بعض اتهامات كاذبه، وما نحاولش ان احنا نستغل ظرف او وضع البلد فيه عشان نزايد على وضع معين. يا جماعه احنا كلنا في مركب واحده، المركب دي يا تمشي وتوصلنا لبر الامان يا اما تغرق. فعشان كده انا بناشد مناشده اخيره لاهل دايرتي ان اخرجوا ادلوا باصواتكم في الانتخابات المقبله عشان يبقى البرلمان معبر عن اراده الشعب المصري، عشان نقول للناس اللي هم قالوا على نفسهم النخبه ان مفيش شعب بيفهم او ناس البسيطه دي ما بتفهمش، لا احنا هنوصل لكم رساله من خلال خروجنا ان احنا ندلي باصواتنا عن قناعة تامة لأي مرشح احنا شايفين ان هو محترم ويستحق ويستطيع ان يؤدي في المرحلة المقبلة. احنا بنقول يا جماعة في مصر قاعدة بدأت تقف على رجليها وهتشارك في العملية الانتخابية ان شاء الله ان شاء الله بشكل محدش متخيله. فاتمنى ان كل اهلي وكل ناسي تخرج وتشارك وتدي اللي هي مقتنعة بيه عشان في الاخر نوصل لبر الامان، ان المجلس يبقى مجلس معبر صحيح عن ارادة الناخب والشعب المصري بالكامل. هروح اختار لناس